علي؟ الحمد لله على سلامتك. المفروض انه اقول لك الله يسلمك، بس مع السلامه. استنى خالي شوي، لا تستعجل وتسكر حتى اقول لك اللي بدي اقوله، وبعد اعمل اللي بدك اياه. شرف قول. بعرف مين اللي قوصك ومنين بتعرف؟ الله يسامحك يا خالي، انا ماني سيء لهي الدرجه. عم اقول لك انا شفت يلي قوصك. هو غريب عننا وانا كتير تفاجأت. ادخل بالموضوع يا جنيد. طيب اهدى خالي، كل هدف يساعدك انك تلاقي غريمك. فكرت حابب تعرف الزلمة يلي حوالي قتلك، لهيك اتصلت. قلت الزلمة؟ ايه خالي، انا ما شفت وشه، شفته من ظهره بس، كان المسدس بايده طالع. اسمعني، الكل رح يفكروا انه هذا الحادث هو تصفية حساب من المافيا، وانا رح ابعث لك رسائل صغيرة. اعطي الهدايا اللي بعثت لك اياها لكل يلي بشك بيدار. خالي شو، وين رحت؟ لاقي لي الزلمة اللي قلت عليها جنيد. رح لاقي خالي، رح لاقي، لا تاكل هم. ولازم كمان نرجع كلثوم للبيت بأسرع وقت. ماشي جنيد، أنا تعبت. ماشي خالي، حقك علي، أنا تعبتك ونسيت إصابتك. رح نحكي كتير بالموضوع بعدين، لسه قدامنا وقت. لا تاكل هم، رح نحل كل شي مع بعض. بس بدي إياك تعرف شغلي، إنه فرهاد على رأس الكل، والكل عم بيدبر لك شي. وإذا صار ووقعت على الأرض شي يوم، فرهاد أول واحد رح يطعنك بظهرك. الوحيد يلي رح يكون جنبك بهي اللحظة هو أنا. بكرة ما بدي شوفك هون جنيد. فلدان، أنا كنت عم أقول لحالي وين رحتي وين اختفيتي يا حلوة. بيجي يوم وبيطلع خالي من المشفى، بتعرف ما هي؟ ما بدي أشوفك هون. هو بس يطلع بخير وسلامة، يمكن تتحسن العلاقة بيناتنا وما يعود في مشاكل. شو هذا اللي عم تعمله بالضبط؟ لا تتعبي مخك الصغير بهيك أمور، فوتي لجوا ونامي يا مرتي الحلوة. حكيت مع نامق من شوي، قلت له إنه يتار تركت البيت هي وبنتها. قال هو طالع من المشفى اليوم شوي تاني وبيكون بالبيت. خوفنا كتير علي، والحمد لله أنه القصة مرقت على خير. بس لسه ما قبضوا على القاتل، وما عم بفهم ليش لهلأ. صباح الخير. خير جنيد، مين يلي مشوه لك وشك وعامل لك يا مثل سوق الأربعة؟ شو يلي عم يضحكك هيك؟ ضحكت على اللي قاله فرهاد، قال سوق الأربعة، مشان هيك أنا ضحكت. ما في شي مهم فرهاد، خناق الطريق. عن جد؟ شكلك طلعت بوش واحد قوي، ما هيك؟ لا بقى تدخل حالك بخناقة إذا ما أنك خرج. معك حق فرهاد، ممكن حدا ما بيسوى شي بس يكون قاسي مثل الجوز. أنا لازم دير بالي. ايه دير بالك أحسن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صحة وهنا. شو أصلي، بتحبي نروح؟ أنا شايفة إنه ما عاد في داعي تأخذ الإذن أنت أو أصلي من فرهاد لتروح لشي محل. بيكون في عينه حاجة بتنفذ الأوامر. أنا كتير راضي بعيشتي هي يا أمي، بس لو أنت كمان ترضي شوي كل شي رح يكون أحلى بكتير، صدقيني. خلينا نروح. فرهاد، بظن إنك غيرت رأيك، ما هيك؟ بشو غيرت رأيي؟ أنا قصدي إنه غيرت رأيك، رح تروح معنا ولا رح تبقى هون؟ غيرت رأيي هيك أحسن. في عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. في شي حابب تقلي إياه قبل ما روح؟ لا ما في.
جنيد انت ليش لهلا ما عملت الشيء اللي طلبته منك؟ شو هو يلي ما لك؟ انا ما طلبت منك تحكي مع عمال الحفريات من كم اسبوع قلت لك؟ صح نسيت، رح اتصل فورا. لا تتصل بحدا، انا اتصلت ومشي الحال، في اجتماع معهم اليوم. لا بقى تنسى يا جنيد. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك يا زينب. عمهلك. الحمد لله على سلامتك يا نامق، نورت، خوفتنا عليك كتير نامق. الحمد لله على سلامتك. شكرا لكم، شكرا كتير. انت لازم ترتاح منيح. يلا حياتي. شو يا داروينا؟ نامق، انت لازم تعرف مين يلي عمل فيك هيك ويكون حسابه عسير. رح نلاقي الفاعل ونعاقبه أكيد. حبيبي انت لا تتعب حالك، هاد موضوع طويل شوي. يلا يا روحي. شو رح يعمل خالي إذا عرف بقصة جلسوم؟ تفضل تفضل نامق، يلا تفضل. ليك رح زبط لك المخدة. أنا ما في داعي أختي، ما في داعي، منيح هيك. أنت منيح ما هيك؟ أي منيح منيح. فيكن تطلعوا، أنا بدي أحكي شوي مع جنيد بالشغل. شرف اشرح لي، لقيته للزلمه؟ لا لسه.